وإلى ولادة جديدة تحت عنوان افتتح الفنان التشكيلي فادي مرابط معرضه الذي استوحى عنوانه من إنجاز معظم لوحات عبر 3 مراحل: المخاض والولادة والبقاء، لتعكس حالة تربة الفنان السوري في الواقع الحالي. أكيد بصرنا اليوم نرحب بصباحنا بالفنان التشكيلي فادي مرابط. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الرسائل اللي حبيت أنت توصلها لكل الأشخاص، لكل الناس اللي تابعوا المعرض من خلال لوحاتك. أكيد تماما. هلا اول شيء هو المعرض كان مثل ما قلتي عنوانه المخاض الولاده والبقاء، هي الثلاثيه انا اخترت التسميه بعد ما انجزت الاعمال. نحن كنا عم نركز، انا بمجال عملي كنت عم ركز على موضوع الازمه اللي مرقت فيها سوريا وشو التداعيات اللي اثرت على الانسان السوري على المجتمع. بتعرفي انت الولاده دائما قبل الولاده في شيء اسمه مخاض، هذا المخاض له الام. فنحن هلا انا برؤيتي بتشوف انه هي الالام اللي احنا هلا عم نعيشها هي الام، هاي الام المخاض بانتظار ولاده جديده. اكيد هاي الولاده اللي حتكون قريبا جدا على مستوى المجتمع وعلى مستوى الانسان السوري تحديدا. الازمه اثرت كثير على الناس، سبب الضغوطات على المستوى المعنوي وعلى المستوى اللوجستي حتى اذا بتلاحظي. فكانت شخوصي كلهم باللوحات باعمالي فيها حزن، فيها تعب، فيها انحشار، فيها خوف، بس بالمقابل كان في فسحة أمل موجودة بكل عمل وبكل لوحة. أكيد، يعني الفنان دائما فينا نقول مو بس ابن بيئته وابن الحالة اللي هو عم بيعيش تماماً. فيها تماماً. يمكن نحن بمرحلة جدا صعبة، ويمكن مثل ما صورتها من خلال لوحاتك ومن خلال ألوانك المخاض وهو أصعب مرحلة تماماً. فينا نقول، ولكن ما بعد الألم بيجي الانفراج. أكيد. والولادة أكيد. الجديدة أكيد. يمكن العنوان استوحيته من الواقع يلي نحن عم نعيشه، من الألم اللي نحن عم نعيشه، ولكن بنقول الأمل يولد من رحم الألم. تماماً. خلينا نحكي تماما. الولادة مثل ما حكينا هي بتيجي بعد المخاض، وهي الآلام اللي عاشها الإنسان بهي المرحلة واللي أثرت عليه واللي سببت له هذا الضغط النفسي بالإضافة للضغط الجسدي، هذا كله مصور بأعمالي. يعني إذا بتلاحظي أنت بتشوفي في بعض الأعمال في حركات الأجساد الموجودة، حركات وجود الطفل بين هاي الأجساد محشور بطريقة أو مختلفة، هي عم تعكس حالة سببتها هاي الأزمة، من لجوء، من هروب، من البحث عن مركز لإيواء ليسكن فيه هذا الإنسان. نعم. الفقر كله هذا كان سبب، كله هذا هو تحت مسمى المخاض. نعم. ببلش هذا المخاض شوي شوي نحو الولادة الجديدة اللي بعد طبعا أنا مثلت عنها بأكثر من رمز وبأكثر من مفصل. ممكن بتلاحظي التفاحة موجودة باللوحة، التفاحة في كثير ناس بتشوفها هي رمز للخطيئة، لكن لا، هي رمز للروابط العائلية اللي فككتها هي الأزمة. صحيح. اللي احنا هلا موجودين صحيح. فيها. في السمكة، السمكة هي رمز للولادة، رمز للحياة والرزق، فهي والرزق تماما، فهي موجودة بلوحاتي. بتلاحظي احيانا في فسحات بيضة باللوحة بالرغم من انه الأشخاص اللي انا راسمهم محشورين بمكان ما بشكل انه أخذين حجم من اللوحة بشكل كتير كبير، لكن بنفس الوقت في فسحة موجودة، فسحة بيضة تماماً. تمام. هاي الفسحة البيضة هي بتمثل الأمل. ألوان مختلفة موجودة، ممكن تكون بقعة خضراء أو مساحة خضراء موجودة باللوحة كمان، هي ترمز لهذا الأمل اللي عم ننتظره بالولادة الجديدة. أكيد. خلينا نحكي عن تحضيرات المعرض، قديش استغرق منك وقت وكيف كانت أجواء المعرض برأيك؟ هلأ الوقت أول شيء، أنا صار لي فترة عم بشتغل بالأعمال، يعني أكثر من 2 سنين تقريباً بشكل يومي، لحتى صارت تبلورت الصورة تماما ولقيت الأعمال أنه جاهزة لأنه تتقدم. فكان الاتفاق مع جاليري مشوار وصار هذا الاتفاق بيننا وبينهم، وشافوا الأعمال وأعجبوا فيها كثير وحضرنا للمعرض، وإجا بوقت شوي كان مناسب يمكن تحت فعالية أيام التشكيلية السورية. أكيد. خلينا نحكي شو الصعوبات اللي ممكن تكون واجهتك أثناء تحضيرك للمعرض؟ هلا صعوبات ما فينا نقول في كثير صعوبات، يعني هي كانت بس اول شيء عمليه التحضير. تمام.
كيف ندعي الناس لهذا المعرض، كيف يشوفوا هذا الشيء اللي احنا عم نقدمه. كان في شوية صعوبة، واجت بظروف شوي برد ومطر، فكان في صعوبة بالحضور يعني، بس كان مع ذلك الإقبال كان جيد والحضور كان جيد، وكان في تغطية إعلامية جيدة كمان للمعرض. أكيد. كيف بتشوف واقع الفن التشكيلي عنا؟ خلينا نحكي هيك بشفافية، نحن متعودين دائما نحكي بوضوح. إيه أكيد طبعا. هلأ حسب وجهة نظري واقع الفن التشكيلي عنا جيد، مو سيء، بالرغم من كل هاي الظروف، لأنه ما وقفنا نحن، ما وقفنا، ولا حتى بالرغم من كل الفترة اللي مرقت على بلدنا الحبيب سوريا ما وقفت أبدا الحركة التشكيلية. في كتير فنانين ضلوا عم يشتغلوا، ضلوا مثابرين، ما وقفوا، ما استسلموا، كل سنة عم يتقدم شيء حلو وشيء جديد. وهي أيام التشكيل السوري كمان كتير مبادرة حلوة، إنه هلأ نحن بالدورة يمكن بالدورة الثالثة هي لأيام الفن التشكيل السوري، هي الفعالية كتير مهمة، دعمت كمان الفنانين، انه يعني بالرغم من كل اللي صار، لكن عم نقول للناس انه خلينا نضوي شمعه احسن ما نلعن العتمه، ويضل في امل بانه هي البلد بعدها فيها فن، وهي أكيد. اصلا هي بلد عريقه جدا ومعروفه بفنها وبتاريخها وبتراثها، فنحن عم نقول للناس انه لا، سوريا بعدها فيها فن، فيها ناس، فيها مبدعين عم تقدم وما زالت عم تقدم. أكيد. مثل ما حكينا الإقبال كان جيد، خلينا نحكي كيف كان التفاعل مع اللوحات برأيك؟ هل وصلت رسالتك لكل الناس يلي حضروا المعرض، ولا كان في حاجز؟ كان في استفسارات طبعا، تمام. بس بشكل عام كان في الحضور الجيد، وأنا تفاجأت بصراحة بردة فعل الناس، يعني أنا كنت أتوقع بعض الأشخاص ما ينسجموا مع هاي الأعمال، بس للأسف، عفوا مو للأسف، بالفعل اكتشفت إنه لا، في ناس عم بتشوف ومزبوط، وعم للأسف تقرأ صح. في كتير أشخاص ما بتقرأ بالمقابل صح. في ناس ما بتقرأ صح، بس كمان بنفس الوقت لا، اكتشفت إنه في أشخاص شافت الشيء وحبته وتفاعلت معه كتير. حتى في بعض السيدات طلعوا من المعرض عم يبكوا، قلت لهم ليش عم تبكوا؟ قال يعني في حزن، بس هذا الحزن بنفس الوقت في لمسات من الفرح او الامل. قلت لهم هذا اللي بدي اياه انا، يعني حقني وصلني. وصلت تماما، يعني هي الفكره اللي انا مركز عليها، انه بالرغم من هذا الحزن الموجود في ناس تاثرت فيه وبكيت فعلا، بس بنفس الوقت طلعت معها هي مثل ما بيقولوا هالتفاحه اللي انا مرسومه عندي باللوحه او موجوده كرمز. كثير حلو انه بتشوف دائما النتيجه بعيون العالم، مثل ما طبعاً. ذكرت انه قدرت توصلهم هيدي الرساله من خلال وجوه ولوحات وعده يمكن تفاصيل طبعاً. اضفتها للوحاتك لتعطي الطابع او الرساله المراد ايصالها للمتلقي. ودائما نحن بنعرف انه الشعب السوري يمكن بخلال ظروفه اللي مر فيها هو متلقي جيد للمادة اللي عم يشوفها قدامه. تماما. خلينا نحكي شو محضر لبعدين، يعني دائما مثل ما قلت في أمل، فمعناتها في شيء حلو. أكيد. هلا خلصنا مرحلة المخاض، فأكيد رح نحاول نفوت بمرحلة الأمل الجديد، الولادة الجديدة، بس برؤية مختلفة وطريقة مختلفة على الصعيد التقني وعلى الصعيد حتى البصري. أكيد. خلينا نحكي عن أكثر لوحة أثرت فيك وانت مثلا عم ترسمها، عم تتخيلها، وانت يعني لحد ما انتهيت منها لهي اللوحه كان لها يعني شيء خصوصيه يعني خاصه عندك كفنان، خلينا نحكي عنها بشكل اوسع. هلا هي يعني مجموعه اللوحات كلياتهم كانوا تمام. بالنسبه لي كثير عزيزين علي ولهم خصوصيه. في عده اعمال، في عمل كان هو تاثر فيي كثير لانه كنت عم بشتغله بفتره الحظر. تمام. حلو تماما، لانه كنت مغلق وقاعد بمرسمي وما في مجال للطلعة بعد الساعه 6، كان ما نقدر، فقاعد فتاثرت فيه هذا العمل كثير، فهو عكس حالي من كمان الضغط اللي عايشه الانسان، كمان وجوده بالبيت، الحالات اللي سببت له هي افرزت قاعدين بالبيت بس عم نسمع اخبار الكورونا، تماما افرزت عنده حاله من الخوف كمان، بالاضافه للخوف اللي كان عايش فيه مسبقا. فبرزت لوحه انا سميتها حواريه، هي كانت مؤلفه من مجموعه من العائلات محشورين كل وحده بمكان، وبيناتهم مجموعه اطفال كمان محشورين بيناتهم، تمام. بطريقه كثير هيك كانت شويه، في حتى ناس، في ناس استفسروا انه يعني كثير فيها قوه تعبيريه قويه جدا هي اللوحه،
قلت لهم لأنه أجت بحالة معينة أنا كنت فيها، حاسس بهذا الضغط وشايفه يعني. أكيد تمام. شو حلو هيك الفنان توصل رسالته ويوصل احساسه لكل الناس اللي عم يتابعوه وعم يتابعوا اعماله. بنتمنى لك اكيد التوفيق. شكرا كثير. بنتمنى نشوف المعارض القادمه واللوحات المميزه وبصمتك المميزه بعالم الفن. شكرا لك. شكرا كثير لكم وللاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيك وان شاء الله هيك موفق بجميع اعمالك. يعني انتم كمان الفنانين رسالتكم أكيد جدا أكيد. ساميه رساله. أكيد. الفن هي الرساله الساميه اذا كانت بمكانها. شكرا لك.